النقطة الأخيرة في الأشياء التي تخالف التسليم والإيمان، تسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، الحذر، الحذر من دخول طلبة العلم والعوام فيما يسمى بالسياسة بالاصطلاح المعاصر، ليس بالسياسة الشرعية، لا، السياسة الشرعية. قال النبي: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم بأنبيائهم، كلما هلك نبي خلفه نبي. ومما يفسد على العوام وطلبة العلم دينهم ودنياهم دخولهم فيما لم يؤذن لهم في المصالح العامة، وهو ما يعرف بالسياسة، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني هناك أمور يا أخوان ما ينبغي للعامة الدخول فيها، هناك أمور لا ينبغي للعامة الدخول فيها. وهكذا كان الناس مع النبي، وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا روى البخاري عن ابن عباس قال: كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف، فلما كان آخر حجة حجها عمر، فقال عبد الرحمن: بمنى لو شهدت أمير المؤمنين. أتاه رجل فقال: إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا. فقال عمر: لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغضبوهم. قلت: لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس. هذا الشاهد: فإن الموسم يجمع رعاع الناس يغلبون على مجلسك، فأخاف ألا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير، فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة، فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. فقال: والله لأقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة. يقول ابن القيم معلقا على قول علي لكميل بن زياد لما قال: ولا تكن رابعهم وهم الهمج الرعاع، يقول: وقوله أتباع كل ناعق، هذه العامة العوام. ولهذا يا أخوان جاء في الحديث، في أكثر من حديث، النبي يقول: ودع عنك أمر العوام، ودع عنك أمر العامة، ودع عنك أمر العوام، ودع عنك ليه؟ قوله اتباع كل ناعق، يقول العوام يعني أي من صاح بهم ودعاهم تبعوه، سواء دعاهم إلى هدى أو إلى ضلال، فإنهم لا علم لهم بالذي يدعون إليه أحق هو أم باطل، فهم مستجيبون لدعوته، وهؤلاء من أضر الخلق على الأديان، فإنهم الأكثرون عددا الأقلون عند الله قدرا، وهم حطب كل فتنة بهم توقد ويشب ضرامها، فإنها يهتز لها أولو الدين ويتولاها الهمج الرعاع. ولعلنا يا أخوان كما يقال يعني إن كان لنا قلوب تفقه وبصيرة أن ما حدث في بلاد المسلمين خلال السنوات الماضية العشر الماضية في بلاد الشام وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق، وكله داخل تحت ما يقوله ابن القيم رحمه الله. يقول: فإنهم الأكثرون عددا الأقلون عند الله قدرا، وهم حطب كل فتنة بهم توقد ويشب ضرامها، فإنها يهتز لها أولو الدين ويتولاها الهمج الرعاع. وسمي داعيهم ناعقا تشبيها لهم بالأنعام التي ينعق بها الراعي فتذهب معه أين ذهب. قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وهذا الذي وصفهم به أمير المؤمنين يعني علي رضي الله عنه
هو من عدم علمهم وظلمة قلوبهم، فليس لهم نور ولا بصيرة يفرقون بها بين الحق والباطل، بل الكل عندهم سواء. وقوله رضي الله عنه: يميلون مع كل ريح، وفي رواية: مع كل صائح، شبه عقولهم الضعيفة بالغصن الضعيف، وشبه الأهوية والآراء بالرياح، والغصن يمين مع والغصن يمين مع الري، يعني مع الماء، حيث مالت. وعقول هؤلاء تمين مع كل هوى وكل داء وكل داء. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام: والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، ومنعهم من الخوض في التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة والاختلاف، فإن الفرقة والاختلاف من أعظم ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.